فعل المفرقعات هذه مبادرة مليحة إن شاء الله. نتمنى من أولادنا يتجنبوا هذه الاحتفالات بالمفرقعات. هذه المخاطر قد تسبب في عهد مستديمة خاصة بالنسبة للأطفال في أنه يكتفوا بهذه المناسبة عن طريق استخدام المفرقعات. وبالتالي هذه المناسبة تخلي المواطن يعرف الموضوع تاع المفرقعات باش يحاول يتجنب هذه الظاهرة السلبية اللي تأثر على صحة المواطن في حد ذاته. يوم جمال الجزائرية للمكملات الأساسية بمناسبة اليوم المدني الشريف تحث المواطنين تاعنا حول المخاطر والآثار المترتبة على استعمال المفرقعات والمواد النارية. بصفتك كمواطنين يعني حلقة طويلة وواضحة في حماية يعني أبنائنا وكمية المواطنين بصفة عامة والممتلكات الخصوصية والممتلكات العامية في بصفتك كمواطن ما هو يعني الدور يعني اللي ننتظره منكم نحن كأسلاك أمنية لمد يد العون ومساعدة هذه الأسلاك الأمنية للتحسيس من هذه الظاهرة والمخاطر المفرقعات؟ ان شاء الله برك ان شاء الله يعني هي الحاجه اللي تضر كل مش مليحه هي مادام راه يضروا حاجه مش مليحه نمر وما نستعملوهمش ان شاء الله. مولد النبي الشريف هذا كما نقولوا احنا في عادات جدودنا والاخر يعني يذكروا فيها رب العالمين يذكروا فيه الدين تاعنا يذكروا فيه ماشي يعني شرط نديروا النار ونديروا المحارق كما يقولوا هو نورمال ممكن نقراوش من القران ونقراو الاخر ياسر علينا ظن هكذا وما عرف الواحد شكرا. اذا نطلبوا منكم انكم تعاونونا تساعدونا تمدونا يد العون وتحسوا المحيط تاعكم العوائل تاعكم والمحيط الجيران يعني الامتناع عن شراء المفرقعات حمايه لابنائنا وللصحه العموميه بصفه عامه. اليوم معكم مع الجمعيات الجزائرية والأسلاك الأمنية الأخرى الدرك الوطني والأمن الوطني في حملة تحسيسية حول مخاطر المفرقعات والمواد النارية تزامنا والاحتفال بالمولد النبوي الشريف. إذا نطلب من المواطنين مواطنينا الأعزاء الانخراط في هذه المسعى وتحسيس يعني كل المحيط تاعهم يعني أولادهم جيرانهم أحبائهم لتفادي وتجنب اقتناء المفرقعات بهذه المناسبة الدينية نظرا للمخاطر التي يمكن أن تلحق بأبنائنا يعني في صحتهم في أمنهم وأيضا التي يمكن أن تلحق بأمن وسلامة ممتلكاتهم الشخصية وأيضا بالممتلكات العمومية.
الشق الثاني لاستراتيجية الجمارك الجزائرية في مجابهة جريمة الاتجار غير الشرعي بالمفرقعات يجسد المهمة الأمنية التي يطلع بها جهاز الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين المختصين، ويعتمد على النشاط العملياتي الميداني وعلى آليات عملية لمحاربة هذه الظاهرة والحد من الأخطار الناجمة عنها من خلال تصدير مخطط عمل استثنائي مشترك مع مختلف الوحدات الأمنية بغرض تكثيف نقاط التفتيش والمراقبة والحواجز الأمنية على مستوى الطرقات ونقاط العبور الحساسة لحركة البضائع والمركبات، وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المادية وتعزيز التشكيل الجمركي والتواجد الميداني بهدف إحباط كل محاولات تهريب هذه المواد الخطيرة والتمكن من الكشف على شبكات بيع وتسويق هذه المواد وتفكيكها، بالإضافة إلى شن مداهمات فجائية للمحلات والأماكن التي تعرف حركة لهذه المنتجات والمواد الخطيرة لتعزيز عملية الرقابة وتشديد الخناق على المهربين خلال هذه الفترة. وفي هذا الإطار وتعزيزا وتثمينا للمجهودات المبذولة من طرف فرقنا المنتشرة عبر إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف المجندة لمحاربة هذه الظاهرة مع الشركاء الأمنيين، فقد تم تحقيق حصيلة معتبرة خلال السنتين الفارطتين مكنت من حجز ما يقارب 525,200 وحدة مفرقعات وألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام. كما تم في ظل هذه الاستراتيجية العملياتية خلال الفترة الأخيرة حجز ما يزيد عن 104,200 وحدة مفرقعات في إطار تدخلاتنا الميدانية المنسقة مع شركائنا الأمنيين، وهو ما يعكس نجاعة وفعالية استراتيجيتنا في التصدي لهذه الجريمة.